1 4 6 رئيسي رئيسي اجي نحن هنا موجودين في مجمع شهاب التجاري في مبنى مجمع شهاب التجاري وزملائنا في جهاز الشرطة لإتمام عملية إغلاق هذا المركز ووقف كافة الأعمال الموجودة في داخله بناء على قرار معالي وزير العمل وتنفيذا للمادة 133 من قانون العمل الفلسطيني المتعلقة بالسلام والصحة المهنية. والله أنا ما بعرف شو الإجراءات اللي بتبعوها وزارة العمل، بس أنا كمهندس مشروع كنت متبع الإجراءات السلامة كاملة، لكن خلص بالآخر كله قضاء الله وقدره، يعني إحنا اللي علينا عملناه، أكثر من هيك والله صعب.